وهذا هو الهدف ديالنا، هو اننا ما بغيناش ندخلوا واحد لا بوزيسيون في الاخر تلقى راسك خاسر 300 وانت باغي تخسر غير 100. بكل بساطه كتدخل في لا بوزيسيون ديالك وعارف راسك بالضبط شحال غادي تخسر، وغادي تكون مهني البال ديالك، وايضا بالنسبه للارباح فعارف راسك انك الا ربحتي غادي تربح 200 دولار ولا غادي تربح 300 ولا 500 على حسب لو بلون ديالك. كاينين مجموعه من الشركات ديال التمويل اللي يقدروا يمولوك انت اللي كتفرج في هذا الفيديو عن طريق انك تدوز واحد الامتحان واحد الكويز، ولا نجحتي في هذاك الامتحان ولا هذاك التشالنج كيف ما كيسميه فكيعطيك واحد لو كونط واحد الحساب ديال التداول بلغ ديالو 10000 دولار اللي ممكن تداول به وممكن تشارك معاهم مجموعه ديال الارباح. فهاد الشركات باش تقدر يمولوك فمن الضروره انك خاصك تنجح في هذاك التشالنج ديالك، ولكن الاغلبيه ديال المتداولين ما كينجحوش في هذاك التشالنج. علاش؟ المجموعه ديال الاسباب ما نقدروش نحصروها في سبب واحد، فغادي ندير واحد السلسله صغيره ديال التداول حول هذا التشالنج، كيفاش ممكن تجيب هذاك التشالنج اي شركه من الشركات من الا حتى لزد، وغادي نتطرقوا لمجموعه ديال المعطيات، مجموعه ديال الاقسام اللي في كل فيديو غادي نشرحوا المشكل وغادي نعطيو الحل ديالو ديك الساعات. فقبل ما نبداو هذا الفيديو اللي غادي ندوي فيه على اهم مكون من المكونات اللي كيخسر مجموعه ديال المتداولين اللي ما كيعرفوش شحال ياخذوا ديال اللوت سايز، شحال عدد الاسهم اللي ياخذوها الا كانوا غادي يدوزوا تشالنج في الاسهم الامريكيه، فممكن تخلي لي واحد الكومنت دابا فيه تريدين تشالنج وتخلي لي واحد لايك، راه ما غاديش تخلص عليها والو. بارطاجي لا فيديو الا كان شي صاحبك باغي يتعلم التداول، باغي حتى هو يستافد من هذا النوع ديال لي فيديو. فاول شيء غادي نتكلموا عليه فهو البوزيشن مانجمنت. يعني مثلا انت دابا عندك واحد الاستراتيجي اكس، الا مثلا دخلتي هنا وحطيتي ستوب لوس ديالك في هذا المستوى، هذا واحد العمله ديال اوزي ولا اودي يو اس تي، شحال تقريبا خاصك من لوت سايز باش انك الا خسرتي هاد الصفه خسرت مثلا 100 دولار. علاش؟ حيت الشركه ديال التمويل ملي كتدخل ما كيعطوكش شي مثلا انك خصك تجيب 10% ولا 20% من الحساب ديالك، لا، فايضا كيفرضوا عليك مجموعه ديال القوانين، مثلا انك ما عندكش الحق تخسر في النهار قدا وقدا، ما عندكش الحق تخسر في الحساب كامل قدا وقدا والا كتفشل في هذاك الاختبار. فمن المضبوط انك خصك قبل ما تدخل في اي بوزيسيون تكون عارف شحال غادي تخسر فيها، ولكن انت عارف شحال غادي تخسر فيها خصك تعرف شحال خصك تاخذ من اللوت سايز باش نعرفوا شحال خصنا اللوت سايز اكزاكتومون، وما نطيحوش في الفخ اللي كيطيحوا فيه المتداولين انهم كياخذوا واحد لوت ولا جوج ديال لي لوت هكاك، الوغ كو كل بوزيسيون كل زوج من العملات عنده واحد لو ريسك ديالو، عنده واحد المستوى ديال الستوب. كنستخدموا جوج ديال لي زوتي، الاداه الاوليه كاينه في تريدين فيو اللي هي واحد المنصه كتسمح لك انك تاناليزي وتداول في حساب تجريبي، وغادي تلقاو الشرح ديالها في الديسكريبسيون تحت. كاين هاد الجنب فيه واحد لوتي ديال كنسميوه حنايا في المدرسه ديالنا تو الفا تريدين لوتي دو ريسك، فيه لونغ بوزيشن لا كنتي باغي تشري وفيه شورت بوزيشن لا كنتي باغي تبيع. فلونغ بوزيشن كنجيو كنحطو هذيك لا ليني الاسود في المنطقه اللي نورمالمون خصك تدخل فيها، والتحت ديال الصندوق بالاحمر في البلاصه فين حطيت ستوب لوس ديالك، والفوق ديال الصندوق الاخضر في البلاصه فين محطوطه تيك بروفيت ديالك. فلاحظوا معايا ما بين المستوى ديال الدخول ديالي وما بين فين حاط ستوب لوس ديالي كاين واحد لو نومبر ولا واحد العدد صغير حدا ستوب فيه 0.00129. فهاد الرقم كيعني لنا شحال العدد ديال البيبس اللي هو بشحال كيتحرك السوق ديال العملات، كل حركه كيميزوريوها بالبيب، يعني انه بلا دخلتي من هذا المستوى ونزل لو مارشيت على هذا المستوى فغادي تكون خاسر 0.00129 بيب. الى شفناها فممكن نقولوا ان البيب هو 0.4 ديال الاعداد واحد، يعني في هذه الحاله خاصك تخسر 12.9 بيب. فبكل بساطه خصنا نعرفوا شحال 12.9 بيب الزوج ديال العملات ديال اليو دي لو دي لو اس تي شحال كيساوي ليا الا كنت باغي الريسكي ليا 100 دولار. فهنا فين كتجي الاداه الثانيه اللي غادي يشكروني عليها مجموعه ديال الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو. طبيعة الحال المتداولين القدام عارفينها، ولكن بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، غادي تسهل عليهم الحياه ديالهم. فهنا هي بحال واحد كالكولاتريس كتقول لي ان زوج ديال العملات باغي تداول به، شحال شناهي العمله ديال الحساب ديالك، الكونت ديالك مثلا كدوز تشالنج ديال 10000 دولار مثلا باغي الريسكيو 100 دولار، شحال قلنا من البيب 12.9. كنبركو على كالكولي وكيطلع ليا بالضبط 0.78. يعني الى
دخلتي لو مارشي وشريتي في 0.8 في هذا المستوى 0.78 لوت، فإلا خسرتي غادي تخسر بالضبط بالضبط غادي تخسر 100 دولار. وهذا هو العذاب ديالنا، هو اننا ما بغيناش ندخلوا واحد لابوزيسيون في الاخر تلقى راسك خاسر 300 وانت باغي تخسر غير 100. راه بزاف ديال الرسائل كيوصلوني كسوا في الخاص كسوا ديال يعني دي زيتيديون ديال يلاه دخلوا مؤخرا كيلقاو راسهم تيقول لك ما كنعرفش انا شحال ناخذ لابوزيسيون. بعض المرات كندخل وكنبرك على شراء ولكن ما كنعرفش شنو ندخل، وفي الاخر كنلقى راسي خاسر 500 الوغ كو انا باغي نخسر غير 100. فهاد الاداه غادي تسهل عليكم الامور. فمثال اخر، سوبوزون كو بغيتي ان ستوب ديالك يكون كبر من هكا يعني 23.7 بيب، فكنجيو لهنا وكنديروا 23.7 بيب. وشنو اسهل حاجه غادي نكتشفوها؟ غادي نكتشفوا ان اللوت سايز غادي ينقص. علاش؟ حيت لو ريسك ديالنا صغار. ملي كنكبروا لو ريسك شنو كيطرا؟ عدد اللوتس كيطلعوا. فإلا درتي لا كومبينيزون لوتي دو ريسك اللي كاين في كاديفيو ما بين ماي اف اكس بوك كالكوليتور، غادي تكون بكل بساطه كتدخل في لا بوزيسيون ديالك وعارف راسك بالضبط شحال غادي تخسر، وغادي تكون مهني البال ديالك. وايضا بالنسبه للارباح، الا كان عندك واحد جوج ريسك ريورد ديالك، فعارف راسك انك الا ربحتي غادي تربح 200 دولار ولا غادي تربح 300 ولا 500 على حسب لو بلون ديالك، وغادي تكون غادي بواحد الخطه ديال التحليل الاحصائي ماشي ديال القمار. في الفيديوهات القادمه غادي نتطرقوا للماني مانجمنت ومجموعه من المكونات الاخرى اللي ما بغيتش نحرقها عليكم. فإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش كومونتي ليا تريدين تشالنج فيديو، خلينا لايك 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 لي زافي، بارطاجي مع الاصدقاء ديالك ونشوفكم في الفيديو القادم.